انت ما بتعتقد انه كمان العالم اللي عم تتسمع على الراب تبعك العرب، نحن عنا كنز هو اللغة العربية، بس كهوية ما كتير عنا هوية مشتركة، غير انه بالعالم العربي اكيد مشقفين قد ما بدك، بس بلبنان كمان عندك في شرخ طويل عريض، في شرخ بيطلع على الغرب، في شرخ بيطلع على الشرق. سو كيف اذا بدك فيك تعرف عن يعني عن هيدي الهوية اللي مشقفة؟ هلا هيدي شوي هو المليون دولار كويستشن يعني، صح؟ عشان هيك عم بسألك. فيك تلفين لحدا وانا جورج ضيحي. هلا صراحة أول شيء بالوزارة شو بده يكون؟ شوف السريالية، شوف نحن كيف وصلنا لنتذكر وزير من وراء أو الدعايات اللي عم بيقطعوا كمان. شنو اللي نحن عم نعيشه؟ مش هيك ما لازم كتير نحطه بوجنا ولا من جن ولا صح يكونوا ربحوا المعركة يعني. بالاخر انه في راسك بالاخر فيك تدافع عنه يعني. دخلك ما قلت لنا ليه الراس؟ لانه وقت في راسك وقت مرضت وضعفت كتير، فكنت على فتره المرض ما كنت عم اطلع اترابلس مشان اهلي ما يشوفوني، مشان امي سبيسيفيكلي ما تشوفني. ما تخاف عليك يعني. فوقت اول ما شافتني وكنت ضعفان هيك قالت لي صاير عباره عن راس، انه راس كبير وجسم صغير وضعفان. فاكلت معي لانه حسيت اول شيء انه فول سيركل، انه امي اللي سمتني هلا عم ترجع تسميني، وحسيت انه ات ميك سنس، لانه انا بعرف انه انا ماني جاي غني عن انه بحبك وبتحبيني ومتلاقي تحت التوت، انه لا انه جاي اطرح افكار بطريقه او باخرى، وخاصه وقتها كنت متمسك بهذا الجانب السيريبرال اكثر من هلا يعني. يعني ومن بعد المرحله يلي باقي الراس، اذا جسمك فرط راسك بقي يعني. إيه بس بعدين اكتشفت مش من كتير زمان انه فعليا كل الفكرة كانت انه كيف من خلال الاحرف والكلمات فيني ارجع ركب لحالي جسم، وهذا الجسم اللي راح مش بس راح لان انا مرضت بهاللحظة. انا فهمت كيف انا بهاللحظة انا وعيت بدون ما اوعى تماما انه انا اصلا ما عندي جسم، انه انا اصلا في سكة طويلة بحياتي خلت انه انا تحولت لراس طائرة، لانه في احساس بالذات كان مفقود تماما. والكلاش اللي صار بال2011 انه صار في شيء عم بيصير عم بيقول لي لا بلا انت موجود، بس بنفس الوقت انا كل السيستم تبعي من كل السنين اللي قبل لغية لهالذات، فصار انه في ذات بدها تطلع بس بنفس الوقت هي ملغية، فهون صارت الطعجة. وانا هلا فهمت انه هذا الشيء اللي صار لي عم يعمله 10 سنين هو ارجع ابني لحالي احساس بالذات، وما دلني حاسس كل الوقت انه انا الشيء الوحيد اللي بيقرضني واللي بهذا هو المنطق والأفكار، لأنه بلاهن بيسقط هذا الحاجز وبصير قدام الرعب الوجودي المطلق. هلأ بعد هلأ 10 سنين أبدا ما تحس هيك، بالعكس تحس أنه وراء هول المنطق والأفكار في أحلى شيء بالعالم، في شيء في الواقع كما هو اللي ما بحياتنا حنلمسه، بس بهذا البلاي بينه وبين العقلانية في ومضات صغيرة ممكن نلمسه فيها، وهذه هي القصة كلها يعني. نايس. فقصة الهوية انه اخي طب ما شو الهوية؟ ما هي شو هي الهوية؟ يعني انه ما عارف مبادئك قيمك بيئتك، بس انت طرحتها بمنطلق جماعي. ايه انه في عنا ليك بشكل سطحي لتصي اللغة العربية، ومع اللغة العربية في عندك تاريخ معين، بس هل اللغة كافية لتكون عنصر هوية؟ بمعنى انه هل الهوية هي شيء باكج نحن فينا نحدده منطقيا ونقول اذا انوجدت هذه الاشياء سوف يشعر هؤلاء الاشخاص بالهويه؟ لا. اذا اول شيء اذا بدنا نحاول نعمل نوع من تتبع لكيف بتنشا فكره الهويه، هتلاقي اول شيء بعتقد انه الهويه دائما ردت فعل، انه الهويه هي دائما جواب على سؤال،
بمعنى إذا ما في شيء عم بيحط وجودك على المحك بشكل أو بآخر، ما عندك داعي لتقول أنا كذا وكذا وكذا. أنت فيك تكون مشغول بأمور حياتك اليومية بدون ما تخترع أجوبة على هيك أسئلة كبرى، لمن أنا؟ شو من أنا؟ سهين الوقت أنا ما بنعرف شيء، عن جد ما بنعرف شيء. يعني كل شيء، وبعتقد هم البلش النقطة إنه كل شيء نحن بنقدر نقوله نعبر عنه، إن كان باللغة تبع الحروف والكلمات أو حتى باللغة الماتيماتيكية وباللغات العلمية، كل شيء نحن عم نعمله هو مجاز. كل شيء نحن عم نعمله هي عم نركب طبقات مجازات فوق بعضها، ميتافورز فوق بعضهم. They make sense ضمن systems، ضمن منظومات معينة. شو يعني مثلا بالماتيماتيك؟ شو يعني شو الزيرو؟ يعني الصفر هذا مين هو؟ هذا شو هو؟ انه هذا 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 مفهوم قابل للإثبات؟ هذا مفهوم هيك مطلق انا قادر اقول انه هو موجود بحد ذاته بشكل؟ لا، هو مجاز، هو بحد ذاته هاي الكلمة قصيدة. فكرة اللامتناهي، الانفينيت بالماتيماتيك، شو هي؟ شو يعني بالماتيماتيك بيستعملوا فكرة انه تعرف، انه to define، هيدا الشيء is defined. شو يعني to define؟ مين انت to define؟ بس still رغم كل هذا اللا يقين اللي نحن عايشين فيه، بنطير طيارات، نقدر نعمل علوم على أساسها، بنركب طيارات وبتطير هالطيارات، وبنعمل أدوية لأمراض، ونركب ميكروفونات. سو في شيء عم يشتغل ضمن هذا العمل الكبير اللي نحن عايشين فيه. فشي مثل الهوية هو بحد ذاته أصلا مجاز. يعني شو يعني أنه مين أنت؟ مين أنت حسب أي سردية؟ حسب السردية البيولوجية تبعك؟ حسب السردية التاريخية تبعك؟ طب رح نكمل على هذه النقطة. ربيع العربي، أوكي، let's say 2011، right؟ بحس بالربيع العربي كلنا صار عنا هوية مشتركة، وصار في identification. يعني أنت قلت أنه بال 2011 شفت شيء عم بيصير، صار عندك أزمة وجودية، صار تأثرت. يعني تأثرت الربيع العربي، هل هو مصطلح بيوحدنا ولا لا؟ أول شيء هو كمصطلح هو كتير إشكالي، بس نقاشه لهذا المصطلح هو واحد من أسئلة الهوية. يعني أول شيء هذا المصطلح ما نحن اللي أطلقناه على نفسنا، نفرض علينا. بمعنى بسيط، كلمة الربيع العربي كلمة عربية، هي كلمة باللغة العربية، بس ولا حدا عربي اخترع على هالكلمة. أو ثانيا، مرجعية هالكلمة هي مقارنة بما يسمى بربيع الدول أوروبا الشرقية، وبالتالي هو محاولة إسقاط معايير وحدث تاريخي على شيء، على حدث تاني، بحسب إرادة مراكز إن كانت بالإعلام أو السياسة وكذا، مش نحن بنمتلكها ولا حتى نمتلك قدرة النقاش معها. فبهذا السؤال، بهالإشكالية، بمجرد أنه أنت حسيت أنه أنت رافض هالتسمية، في شيء أنت بلاش تسأله عن موضوع الهوية، في شيء أنت بلاش تسأله عن موضوع أنه معناتها أنا عندي قدرة على أنه أنا سمي الأشياء اللي أنا عم عيشها. طيب، هاي الأشياء اللي أنا عم عيشها، هاي الثورات اللي صارت بـ 2011، انفجرت بكل هاي الأماكن. هاي الأماكن أول شيء، هاي الحراكات اللي عم تصير بأي لغة عم تعبر عن حالها؟ عم تعبر عن حالها باللغة أنت قادر تفهمها. قبل ما نحكي أنه لغة عربية أو مش لغة عربية، نحن بنحكي أنت شو قادر تفهم، شو قادر تفهم مش عبر المرور بالترجمة، شو قادر تفهم بالإحساس الفطري تبعك، وشو كمان قادر تحس بتقاطع. يعني قداج أنت قادر لما تشوف السوري أو المصري أو التونسي عم بيعيشوا أشياء بهالمعركة، قداج قادر أنت تعمل إسقاطات على الأشياء اللي أنت عم تعيشها. فهون كمان بيخلق شيء تاني بيحسسك أنه في ملعب مشترك.
تانيا لما بتحكي، لما انت بتعبر عن رأيك، في شيء كتير بسيط بيصير، اللي هو في ناس بتفهم وفي ناس ما بتفهم، بالمعنى انه في ناس عندها قدرة ان تسمع انت شو عم تقول وتفهمه كلغة الطبيعية، وفي ناس لا. فاصلا في delimitation بطبيعة الحال صارت بالمخاطبة حاول انه هول الناس بهذا الاطار اللي هو الاطار اللغوي اللي هو كيس عم تجتمع فيه تقاطعات تاريخية وجغرافية وسياسية واجتماعية، وبنفس الوقت من جانب الأدوات المستخدمة عم بيصير في أدوات مشتركة، وعم بيصير في مساحة تبادل بينهم. فهون بتبلش تحس بعناصر معينة من الهوية، ولكن الهوية مثل ما قلنا هي ردة فعل، يعني بمعنى آخر هي أداة لتحقيق شيء ما. فإذا كانت هيدي الهوية غير موجهة باتجاه تحقيق شيء ما، فشو بتصير؟ بتصير نوستالجيا، بتصير فولكلور، بتصير انه عشوائي الحلم العربي، يعني انه شيء دايما نحن بنعمل وهم اوهام حوله، بس لانه بنعمل اوهام وبنتعاطى معه كشيء من عالم الاوهام، فبالتالي بنقضي على اي فعالية ممكن يكون عنده اياها بالحياة اليومية. الميلانكولي اغاب هيدي مش مسحة، ما بعرف أقولها بالعربي. كيف بتعرف عن ميلانكولي أغاب؟ يعني حالة الحالة الـ أنا إذا بدي سميها بسميها الماضوية، يعني الـ العلاقة المرضية مع الماضي، اللي هو في حدا، في مؤرخ بريطاني اسمه توينبي من بداية القرن العشرين، بيقول أنه وقت حضارة دوميننت مسيطرة بتسيطر على حضارة أضعف، فبيخلق نوعين ردة فعل. بيستعمل تشبيه تبع مرحلة الرومان والمسيح، فبيقول في عندك من جهة الهيروديانز ومن جهة الزيلتس. الهيروديانز اللي على طريقة هيرودوس، اللي هن بيعتبروا انه احسن شيء نعمله هو نقلد هاي الحضارة المسيطرة، نصير مثلها لأنه هن هول القوايا، معنا مصلحة تاني. وفي عندك رد فعل تاني اللي هو الارتداد إلى صورة كومبليتلي وهمية عن ماضي بيور صافي بيمثل الحقيقة المطلقة، والتقوقع عليه واعتبار أنه هاي ردة الفعل المناسبة على الهدف. المثير للانتباه واللي برأيي معه حق في توينبي، انه ولا واحد من هول الطرفين هو له اي قيمة بالحركة التاريخية، لانه هداك الاول هو سقفه انه يكون نسخة رخيصة عن هديك الحضارة، وهداك سقفه انه يا اما ينقتل من التاني يا اما يتحول على احفور، على فوسيل عن حضارة ميتة. الشيء اللي نحن دابحنا انطلاعا من سقافة الهزيمة هو انه في ماضي معين هو دائم الحضور بحياتنا، وهو دائم السيطرة على حياتنا. في مثل، هذا موضوع كتير مثير للجدل، مثلا بالسياق الديني بسياق الإسلام، في معيار كتير كبير وكتير هيك له دوميننت، وبيخلق محدودية رهيبة، اللي هي فكرة الإجماع، اللي هي فكرة انه بتفسيرك للنص، ما مش حتى لو انت ملتزم بالنص تماما، بس اذا خرجت عن ما اجمع عليه العلماء بالماضي انه هذا التفسير الصح، فانت طلعت برات اللعبة. في مأسسة لفكرة انه كل ما هو ماضي هو افضل. ليه؟ لانه نحن يعني مين اللي بيعتبر انه كل ما هو ماضي هو افضل؟ اللي معتبر انه المستقبل لا يمكن ان يحمل له اي شيء. اللي ما نشايف قيمة لوجوده بالمستقبل هو دائما معتبر انه الماضي هو الحال الافضل،
فلذلك العلاقة مع الماضي ما فيها تكون، إذا بدها تكون صحية ما فيها تكون إلا رهن المستقبل. صح. يعني أنا مأخر هم الماضي المطلق، أنا اللي بيعنيني هو قديش فيني لاقي أدوات بالماضي لأبني مستقبل، مستقبل وحاضر أفضل وأحسن من اللي أنا عم يعيشه. بس صعب، يعني صعب تقدر تبني مستقبل إذا بدك أفضل، إذا المؤرخين أو إذا بدك التاريخ اللي نحن عنا إيه عادة ما بيكون، بيكون منكور، بيكون مخبى، بيكون مشقف، بيكون مكتوب باي أمر حرب، فما فيك أنت تلجأ للتاريخ لأنه التاريخ كذبة إذا بدك. طيب خلينا ناخد كاتيجوري من الموجودات بالحياة اللي هن الأيديولوجيات اللي عملت حالات تغييرية كبرى، على الأقل مثلا بالمساحة الجغرافية اللي نحن متآلفين معه. عندك منون كتير كتار، يعني عندك المسيحية، الإسلام، الليبرالية، الماركسية، والقوميات على أنواع، كلهم هول بيتبعوا باترن واحد بعلاقتهم مع الزمن، بيقسموا الزمن لثلاث أقسام: الماضي الصافي، الفساد الذي لحق بهذا الماضي فأفسده، واللحظة التي تجلبها هذه الثورة والتي هي من شأنها أن تصلح هذا الفساد وتعيده إلى حالة الصفاء الأولى تبعه. كلهم بدون استثناء. المسيح إجا يجدد العقيدة اليهودية، محمد طرح العودة للحنفية الإبراهيمية، الليبرالية والماركسية إن كان من جهة إذا بتلحق روسو وهذا الشيء، أو إذا بتلحق أنجلز وهذا الشيء، كمان الفطرة الإنسان داخل الطبيعة اللي هو كل شيء مشاع وكلهم بحبوا بعضهم، وإجت هالحضارة أنجلز بيسميه لدخول العنصر الحضاري بيسميه دخول ولادة البربرية. فدائما في هذا العلاقة مع التاريخ، وهذا بفرجيك شغلة إنه ما فيش اسمه تاريخ، يعني انه التاريخ هو سرديات. السردية اللي بتقلط، اللي بتقطع الثراشهولد، اللي بتقطع العتبة البرطاش الوجود، هي السردية اللي بتلاقي لحالها موقع بحياة الناس، بقدرة على أن تجاوب على أسئلة بحياة الناس. يعني مثلا عبلاطة، خلينا نحكي مثلا تجربة الإسلام السياسي بحالة حزب الله. مثلا